اليوم احنا حاضرين في واحد اللقاء اللي هو جد مهم، لقاء في مقر حزب الاستقلال بمدينة الرباط تحت عنوان استدامة المالية العمومية من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وهذا التساؤل اللي كنطرحوه احنا كبرلمانيين كذلك وانتم كإعلاميين وكذلك المواطنين، كل شيء كيتساءل، خاصة أن بلادنا، أن حكومتنا، يعني حكومتنا يعني درنا واحد، دارت واحد القفزات ماشي 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 نوعيه، قفزه كبيره، انتقل من واحد التدبير كلاسيكي للحكومات السابقه الى تدبير عقلاني تقدر نقول، يعني حكومه كتفكر كتدبر الازمات بواحد العقلنه، ما كتخبعش مول الازمات، كتقول كاينه جفاف، كاينه زلزال الحوز، لا لا دابا خصنا نتوقفوا، لا نتريتوا، لا مازال كاين، لا كناخذوا قرارات صعبه، قرارات، والاصلاح دائما كيعرف قرارات صعبه. وحتى نزيد معكم الاشكاليه دابا اللي كنسمعوها في هذا التضامن، كيفاش توقف وكيفاش كذا وكيفاش كذا، الدعم المباشر كاين اللي خدا وكاين اللي ما خداش، هادشي نقدر نقول لكم انا طبيعي عادي، حيت اصلاح اول مره كيكون في بلادنا، اول مره المواطن كياخذ واحد فلوس هكا مباشره، كيمشي كيتيريها من البنكه وكياخذها اسبيس، ما عمرها كانت، ما عمر كان شي مواطن كيمشي دابا كيتعالج في المستشفيات الخصوصيه، ما كانش الراميد كاع ما كان كيعطينا هذه الامكانيه وهذه الميزه، ما كانش كيوفر هذه الميزه هذه الراميد للمواطن. واليوم كانت فرصه اللي حقيقه السي فوزي قجع قدم واحد العرض هائل جد مميز، خاصه ملي تكلم وجاب احصائيات ديال الراميد، يعني في 2012 يعني كيفاش، حيت المعادله شنو كتقول؟ كتقول لك كان الراميد 18 مليون مغربي ومغربيه اللي كانوا عندهم الراميد، ولكن اليوم لا، اليوم الاحصائيات ماشي كتكذب، كتقول الحقيقه ان 10.8 مليون مغربي ومغربيه هما اللي كان عندهم الراميد، هما اللي انتقلوا الامو التضامن. يعني اي اصلاح كنقول لكم اكيد كيعرف اختلالات وكترصدوا واحد 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 المشاكل، هادشي طبيعي، ولكن حيت حنا برلمانيين، حيت حنا كنديروا سياسه القرب مع المواطنين، كنحتكوا مع المواطنين، اكيد كنقدروا اننا نمشيو عند الوزاره ونتواصلوا معاهم، نقول لها السيده هذه مثلا معوزه، سيده بوحده ما سدتش الدعم المباشر، وهادشي راه قلناه في البرلمان. يعني كاين اشياء حقيقه احنا كبرلمانيين كنفتخروا بها، كنفتخروا اننا كنتميوا الاغلبيه البرلمانيه اللي حقيقه قدرت في ظرف سنتين ونصف قدرت ترفع، اللي قلت لكم قبيله 2.7 من المداخل الضريبيه اللي كانت في 2017 2011 2021 الى 10.7 في 2021 2023، ومازال العطي يعطي ومازال خير جاي يقدم ان شاء الله. وبحال اللي جاء على لسان رئيس الحكومه ان ما تبقى من النصف الولايه انه هيكون التشغيل، التشغيل لاننا في اماس الحاجه اننا نحاربوا البطاله، خاصه المعدل، يعني المعدل ديال البطاله يعني مخيف، ولكن الحمد لله ان باقي لنا عامين ونصف نقدروا اننا عاوتاني من بعد نجيو عندنا وتسالونا ونقدروا اننا نخرجوا عندكم وجهنا احمر. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.